بهدف رفع الكفاءة العلمية ونشر الثقافة المعلوماتية، وقعت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مذكرة تفاهم مع جامعة حماة. نحن عم نوقع اتفاقية تفاهم ومذكرة هامة بيننا وبين جامعة حماة في إطار تطوير تقنية المعلومات على صعيد الموارد البشرية وعلى صعيد حاضنة تقنية المعلومات، بالإضافة إلى ندوات تعريفية وتعليمية في مجال الاتصالات والميكاترونيك، وأهداف متعددة الحقيقة بتطلع على العمل المشترك ما بين الجمعية العلمية السورية المعلوماتية بمشاريع مختلفة، سواء على مستوى داتا سنتر، على مستوى العمل الريادي، على مستوى مدونة وطن. عدد كبير من المشاريع ممكن يكون في تقاطع بيننا وبين الجامعات السورية عم نشتغل عليها خلال الفترة القادمة. حقيقة هذا إضافة جديدة لمنجزات الجامعة بتوقيع اتفاقيات في كافة المجالات، منها مع جامعات، منها مع الجامعات الخارجية وجامعات داخلية، مع قطاع خاص، مع غرف التجارة، واليوم وقعنا هذه الاتفاقية الممتازة الحقيقة، وهي مذكرة تفاهم مع الجمعية العلمية المعلوماتية. من كلمة العلمية إذا هي لها علاقة في الجامعة، علاقة إيجابية جدا، والملعب الذي سيكون إيجابي هو ملعب هو الجامعة. ونحن في الجامعة كما تعلمون خطونا خطوات متقدمة في موضوع رقمنة الجامعة واستخدام المعلوماتية، وبالتالي إن شاء الله ستكون هذه الإضافة اليوم إضافة إيجابية لصالح الجامعة والمحافظة وأبنائنا الطلبة وأعضاء يدرسيه في الجامعة ولكل سوريا إن شاء الله. المذكرة تضمنت التعاون في عدة مجالات، منها تشغيل حاضنات ومسرعات الأعمال والتعاون في مجال مشاريع التخرج، إضافة لتبادل الخبرات بهذا المجال ونشر ثقافة الروبوتيك بالجامعة.